عشان لا دوخه قوي. دايخه؟ ما انا عايزك تدوخي يا حبيبتي. انا مش قد المشاكل دي، انا مش حملها. ماما ايه يا غزوله؟ والنبي يا ماما ما تتاخريش عليا يا ماما، عشان انا بزهق يا ماما. ما عرفت استنى كمان يا ماما، وكمان يا ماما ما لقيتش حد بيلعب معايا. حاضر يا حبيبتي، كل ده زهق، كل ده زهق. ايوه يا ماما، بس انت عارفه ان انا بشتغل وما ينفعش اقعد من الشغل، عشان يوم الاجازه بفتحك وبخرجك وبفضل قاعده معاكي من اول النهار لحد ما تنامي. ايوه صح صح. اهم حاجه بس ما تكونيش تعبانه. بس والله ما بتتاخري. حاضر يا حبيبتي. السلام عليكم يا ام غزل. عليكم السلام يا سلمى. ينفع كده التاخير ده برضو؟ انا اسفه، حقك عليا، المواصلات كانت زحمه، وبعدين امنيه شنطت فيا وكانت عايزه تيجي معايا. هي دي امنيه بنتك؟ اه دي امنيه. ما شاء الله عليها زي القمر. ربنا يخليكي. ازيك يا امنيه؟ الحمد لله. انت بقى في سنه كام؟ انا داخله سنه 6. ما شاء الله ربنا. ايه شاطره بقى ولا؟ ايوه طبعا بطلع من الاوائل. ما شاء الله ربنا يبارك لك فيها. لا معلش، هضايقك في حاجه؟ لا يا حبيبتي مش هتضايقني ولا اي حاجه خالص، بالعكس دي غزل كانت لسه بتقولي بقعد لوحدي ومفيش حد بيسليني. طب اهو جات لك صاحبتك. انت اسمك غزل؟ اه. ماشي، عندك كام سنه؟ انا عندي 8. سنه كام؟ هدخل في جونيور 2. بجد؟ اه. ثانيه داخله ثانيه ابتدائي. ماشي يا حبيبتي. بصي يا سلمى، عايزاكي بقى تحضري الفطار لغزل، وكمان تفطري امنيه معاها. حاضر. خلاص ازاي؟ ماشي. بصي نعم. ال 100 جنيه دي تجيبي بيها حاجات حلوه لغزل وامنيه، بس حاضر. انت اللي تنزلي تجيبي الحاجات الحلوه، ما تخليهمش هما ينزلوا. ايوه طبعا. ماشي. خلاص حاضر. حاضر اللي انت عايزاه. حضري لهم بقى الفطار عشان غزل جعان جدا. حاضر. من عينيا يا غزل اللي انت عايزاه يا حبيبتي. غزول انا نازله بقى، مش عايزه اي حاجه. لا شكرا يا ماما. وحشيني يا ماما. وانتي كمان هتوحشيني. لا بتتاخري عليا. حاضر. ما هي صاحبتك جات لك هي تلعب معاكي بقى. ماشي يا ماما. يلا حبيبتي باي باي، مع السلامه يا امنيه. مع السلامه. ازيك يا غزل؟ انا ابو سبت حد. ماشي. سبت حد. اثنين اربع خمير. جمعه. خسرتي يا امنيه. انتي كذابه. غزل. ايه يا امنيه؟ ربنا يخليلك مامتك وباباك يا رب. تعرفي ليه؟ ليه؟ عشان هما بيجيبولك لعب، مش بيقولك على حاجه. لا امنيه. نعم. امال مامتك يا امنيه مش بتجيبلك لعب؟ لا بتجيبلي. ايه رايك يا امنيه في مرجحه؟ ايوه حلوه قوي بصراحه. طب ماشي يا غزل، فكرتك حلوة قوي. يلا يا أمنية. يلا بينا. بصي يا أمنية بقى، دي الأوضة بتاعتي، وبصي يا أمنية ده السرير بتاعي يا أمنية، وده المكتب بتاعي، وده الدولاب بتاعي يا أمنية. إيه رأيك بقى؟ الله، دي كل أوضة كلها بنت. أيوة يا أمنية. أمنية عايزة أقولك على حاجة. نعم. ايه رايك يا امنيه تنامي معايا؟ بصي يا امنيه انا بحب انام فوق وانت تنامي تحت يا امنيه. مينفعش. ليه يا امنيه؟ ايه ده؟ هو ده تليفونك ده؟ اه يا امنيه. بصي بقى انا عايزه اوريكي حاجه، ده تليفوني وعليها صورتي كمان. الله ده حلو قوي. حلو؟ اه. ايه ده؟ طب هو دي شنطتك؟ ايوه يا امنيه. لونها بنت؟ اه يا امنيه. انت بتحبي لون البنك شبهي؟ ايوه يا امنيه بحبه قوي. بس ايه دي؟ دي خزنة يا امنية، وبابا بيحط فيها كل فلوسه. اه طب ماشي. امنية؟ نعم. ايه رأيك يا امنية لعبوا من المكعبات؟ طب يلا بينا. يلا يا امنية. غزل. ايه يا امنية؟ ايه رأيك نبنوا هرم شبه اهرامات مصر؟ ماشي يا امنية. بتعملوا ايه؟ احنا بنلعب المكعبات يا ماما. يا غزل. نعم. مبسوطه من الامنيه؟ مبسوطه. بقول لك ايه يا امنيه؟ نعم.
اوعي تزعلي غزل. لا يا ماما مش بزعلها، دي طيبه قوي وانا بحبها قوي. خلاص ماشي. بقول لكم ايه بقى، عايزين اجيب لكم حاجه حلوه. ايه؟ بصي انا عايزه كندر وليلي بوب وبيبسي. وانتي يا امنيه عايزه ايه؟ لا انا مش عايزه حاجه. لا يا امنيه، ام غزل قالت لي جيبي لهم الاثنين زي بعض حاجه حلوه. خلاص انا عايزه شيبسي بالجبنه. بس يا ماما ايه اطلب منك طلب؟ اطلبي يا حبيبتي. انا عايزه اروح اجيب الحاجه حلوه يا ماما، انا وغزل والنبي. اه انا عايزه اروح معي. لا لا ما ينفعش، ام غزل هتزعق وبعدين دي مشكله كبيره. لا يا نبي والنبي انا هروح معاهم. يا ماما انا كبيره ما تخافيش عليا يا ماما. طب بس ما ينفعش تسمعي كلامي يا ماما. احنا لما ابوتنا بتخليني اروح اجيب حاجات من السوبر ماركت عادي. ابوتنا مش هنا يا طنط سنة. مشكله كبيره. بس يا طنط سنة كنت قريب. طب بس يا طنط سنة. نعم. كلمي ماما وقولي لها احنا هنروح والنبي يا طنط سلمى والنبي يعني. مش هينفع يا غزل يا حبيبتي. والنبي يا طنط سلمى. لو بتحبني يا ماما. والنبي. انا كبيرة يا ماما بقى. والنبي يا طنط سلمى. هقول لكم على حاجة. قولي. روحي يا امنية وخدي غزل معاكي بس تمسكي ايديها. حاضر. وما تروحيش محل بعيد. حاضر. شكرا يا طنط. ده قريب قوي على فكرة. طب خلاص خدي الفلوس اهي. بس يا امنية اوعي تسيبي ايدها يا امنية. ماشي يا ماما. يا امنية دي مشكلة كبيرة يا امنية. حاضر. ماشي يلا يلا. يلا يا امنية. يا امنية انا باكد عليكي تاني اهو. حاضر كده. اوعي تسيبي ايديها. خلاص يا ماما ما تخافيش يا ماما. خلاص يلا بينا. يلا. ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. انا كنت عايزه كيسه وهي عايزه كيسه. اللي انت عايزاه. اتفضل. شكرا. اتفضل. شكرا. نعم. الله الله اللي انا بحبه. انا اخده هو وشمسي بشطة والليمون. وانا اخد برضه شمسي بشطة من كركم. وعايزه معمود. الله بجد معمود ولا لا يا امي؟ طيب ايه تاني؟ عايزه الشيبسي ده طعمه حلو قوي بالفلفل. هجيب لك واحد؟ اه يا امي. حراقه صح؟ بجد؟ اه انا بحب الحاجات الحراقه. طيب بصي الشيبسي بالجبنه برضه انا بحبه قوي. هجيب لك واحد؟ انا خدت بالبيت. بالبيت اه البيت احلى يا امي. ايه تاني؟ الله ده حراق قوي يا امي. بجد؟ اه يا امي. طب انا هجيب واحد اجربه. ماشي؟ ماشي يا امي. الشطه والليمون ده حلو قوي بقى. ايوه يا امي. وبتحب اوريو؟ آه لا لا. بصي تعمل بيبسي؟ ماشي. عايزين بيبسي. انا عايزه واحده بيبسي وعايزه واحده بيبسي. الله قندوم. عايزين قندوم. ممكن؟ بتعمل اللحمه. انا عايزه تعمل لحمه. ماشي. اتفضل. شكرا. بس كده. عايزين حاجه تاني؟ لا. لا شكرا. كده 50 و50. كده 100. 100؟ اه اتفضل. طب يلا بينا. يلا يا امي. بقول لك يا بنت اسوكا. يا خالد في بنتين جايين هناك اهم. اه خلعيلي البنت الكبيره وسيبيلي البنت الصغيره ومالكيش دعوه بالباقي. طب والتعب ده؟ ما ناخدهم الاثنين مره واحده. مش هينفع يا بنت، هيكشفونا. اسمعي الكلام. يعني حور عليهم؟ حوري عليهم، شغل امك ده طلعي عليهم. يلا صحصحي معايا. والنبي يا حبيبتي، والنبي ربنا يخليك امك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يجيلك احلى رزق في حياتك. والنبي يا رب. عايزه ايه؟ هو انت جايبه حاجه حلوه دي منين؟ من الصبح نفسي في حاجه حلوه بس مش لاقي سوبر ماركت، وانا مش من هنا. من السوبر ماركت اللي هنا كده. فين؟ طب والنبي ورولي عشان انا مش من هنا. طب كده بقى كده. طب ما تيجي تورولي. والله والله من الصبح بلف على سوبر ماركت مش لاقيه، وانا مش من هنا. طيب ربنا يخلي لك مامتك يا رب بعد اذنك. نعم. هتوريني بس السوبر ماركت وهنيجي. خليكي هنا بس. خليكي هنا يا غزة. اوعي تتحركي يا غزة. حاضر يا امي. اوريها مكان السوبر ماركت. حاضر يا امي. معلش. ايه يا حبيبتي؟ نعم. انت واقفه هنا ليه؟ مستنيه مين؟ مستنيه صاحبتي. صاحبتك؟ اه. هي اسمها ايه؟ اسمها امنيه.
ايوه امنيه. امنيه بقى قالت لي اديك الكمامه دي تلبسيها. امنيه؟ اه عشان في ميكروب في الجو. ماشي. خدي يا حبيبتي البسيها يا حبيبتي. شطوره، انت اسمك ايه؟ انا اسمي غدا. اه اسمك جميل قوي. شكرا. البسيها شطر. البسها لك؟ اه. عمو. نعم. حصل لها دوخة قوي. دايخة؟ ما أنا عايزك تدوخي يا حبيبتي. هو فين؟ كده. طب تعالي والنبي ورولي والنبي. أهو كده أهو. طب ما ورولي والله مش هعرف. تعالي. معلش. راحت فين دي؟ يلا بسرعة، كل ده تأخير. البنت ما كانتش راضية تسيبني خالص. طب اركبي يلا، وقت كلام ده. رجعت تاني ملقتش غزل. يعني قلت ايه؟ قلت اكيد زهقت وجت هنا. غزل ما جاتليش يا امنيه، وبعدين مش قايل لك ما تسيبهاش من ايدك يا امنيه. بجد يا ماما؟ والله غزل ما جاتش يا امنيه. طب اعمل ايه طيب؟ فين السوبر ماركت ده؟ تعالي وريهولي بسرعه يلا. الو خلاص تمام. سلام انت يا عمرو دلوقتي. يا عمرو والله ما فاضي. طيب سلام يا عمور، سلام يا حبيبي، سلام. كلم مين يا بابا؟ ده عمرو دياب ياض عادي يعني الهضبه ياض. عازمني في الحفله بتاعته بتاعت الساحل. هتروح يا بابا؟ لا اروح كيف يا ولدي يعني اروح كيف؟ واسيب العماره لمين؟ ادي يا مسمار، لو سبت العماره هنا السكان هيعفنوا ياض. ايه؟ اه السكان هيعفنوا، ما مين هيلم السلاله ياض انت؟ يا عم احمد، يا عم احمد ما شفتش غزل؟ ازيك عامله ايه الاول؟ ما شفتش غزل. مين دي؟ لا ما شفتهاش. مين دي؟ دي امنيه بنتي. بنتي؟ ايوه. ازيك يا امنيه عامله والنبي ايه؟ يا عم احمد ما شفتش غزل. ايه؟ طب والنبي رد عليا ما شفتش غزل. بص يا ام امنيه، بس احكي لي واحده واحده الموضوع عشان اقدر افيدك. امال ايه صحيح يا حبا؟ اسمعني بس، دلوقتي امنيه بنتي راحت تشتري حاجه حلوه هي وغزل. طيب وبعدين؟ وغزل ما رجعتش، انت ما شفتهاش. بس 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 انت عايزه تفهميني اللي غزل نزلت هنا لوحديها كده اهو. لا لا ايوه هي امنيه. وام غزل عارفه؟ لا والله ام غزل ما تعرفش حاجه. ام غزل ايه؟ ما تعرفش حاجه. اوعى تقول لها حاجه. اوعى اقول لها؟ ايوه. يعني استاذه غزل نزلت من ورا امها؟ لا ما نزلتش من وراها، هم كانوا عايزين يشتروا حاجه حلوه، هم راحوا هي وامنيه، وامنيه وغزل ما رجعتش معاها. والنبي تعالي صوتي عليا على غزل. بص بص احب ابشرك بس يا ام امنيه، انت النهارده هتبادي في كلابوش. لا لا عارفه يعني ايه؟ حتى لو لقيتيها برضه هتبادي في كلابوش. عايز اقول لك على حاجه. واد يا مسمار زغرت يالا. ام امنيه هتبادي في كلابوش. يا عم احمد تعالى دور معايا عليها. والنبي يا عم احمد وحياه ابنك مسمار تيجي معايا. علبتني بالغالي. طب يلا بينا بسرعه. والنبي انا الهضبه لسه قافل معايا. ما قلتش اروح. والنبي يلا يا عم احمد. والنبي هو الولد اللي هناك ده قاعد كده ومعاه في الشارع وعارف كل حاجه. خد هنا يا، خد هنا تعالى اقول لك حاجه. اه كيفك عامل ايه؟ الحمد لله. عارف دي سلمى تمام؟ دي بنتها امنيه، انا اول مره اشوفها النهارده. انا هطلع لهم بطاقه. انت ترد عليا ياد ولا ايه ياد؟ ايه ترد عليا ولا ايه؟ بس انا هطلع لهم بيهم. استني بس يا سلمى بس، عارفه الاشكال اللي ملهاش اي ستين لازمه في الحياه ديت، قاعده طول النهار في الشارع وعارفه كل حاجه. طب اساله. طيب قولي له مواصفات. عارفه استاذه غزل؟ والله ما اعرفها. بس بس قولي له مواصفاتها. بص
بنت قد كده ولابسه بنطلون بامبي وتيشرت عليه بامبي في لبني وعامله شعرها راسته. عامله ايه؟ بس 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 يا سلمى اللي بتقوليه ده اهو. اقول له ايه طيب؟ بتقولي ده اهو راسته ايه؟ يعني شعرها ضفاير، عامله شعرها كله ضفاير. ده انت كده صعبتها له. طب هقول له ايه طيب؟ له ده عيل هنا مخه فاضي، ده ما بيفهمش غير في الفوطه بس. ده عيال مسموته الغلط. ما انت عيال ملهاش اي 60 لازمه في الحياه، خليتيني اقف معاهم. عارف ياض انت ومالك عليا حلفان، عارف سلمى وبنتها دي هيروحوا فين؟ هيخشوا الكلابوش النهارده. الكلابوش صدقيني صدقيني يا سلمى لا تباتي في الكلابوش. خلقوها يا عم احمد بقى قدامي. تعالي يا امنيه تعالي. تعالي كده يا حبيبي تعالي امسح يلا. ايه راستا وبسطة وكلابوش؟ انا مالي؟ ما تقولي واخدني ورايح على جرح جديد. انا مبعوده كيف يا غدا؟ هو انت شبيت امن خلاص اتعوج علينا ولا ايه؟ الاول من امتى بالاول؟ خدني يا عم محمود. عامل ايه؟ روحنا يا بابا. كيف احوالك؟ مسمار مسمار ورد. والنبي يا عم احمد بس تعالوا بس يا عم احمد. خلي بالك انا كلامك كتير ما بحبش بس كده بقى. البنت تايهه يا عم احمد هنقف الهزار يا عم احمد. عشان اقدر ادلك دلوقتي استني بس. الواد مسمار كبر اهو. اه يا مسمار. عايزين نلاقي يا عم محمود. وشك ده لا لا وش يوم حلوه والله حلوه عايش كلام وحش دمك الخفيف كل عمري اشوف واد مسمار ولا يطلع ممثل. بس اقول لك على حاجه لسه قد كده شبهي دمه خفيف شبهي. لا ما حد بعد اذنك يا نسيت اعرفك. ايوه نسيت اعرفك يا سامي. مش عايزه اعرفك. استني بس هتتكلمي كتير دلوقتي مش هيفيدك بحاجه الكلام. عارفه عارفه مين دوت؟ مين ده؟ عم محمود الامن. ماشي بيني وبيني كده كان بواب زينا كده عادي بس الحمد لله ربنا كرمه وبارك. ثواني بقى عندي يا عم احمد. طب انا عايز اسال على حاجه بس الاول. حرامي فاقع انبوبه رنيته علقه من ساعتها وقالوا لي انت ما ينفعش تبقى بواب. بس اقول لك بس انا عايز اسال على حاجه. هو شجاع. طب ماشي هسال على حاجه بعد اذنك. شفت بنت صغيره لابسه بنطلون بامبي وعليه تيشيرت بامبي في لبني وعامله شعرها راستا؟ احب الهزار. اوعى تزعلي مني دلوقتي البنت. انا مش لاقياها. انا في البيت الم عيالي حوالين يقعدوا يضحكوا على ايه؟ والله ما اقول لك يا عم محمود دي سلمى خدامه عندينا. تمام. فالمهم البنت نزلت من عندها في الشقه وصاحبه الشقه ما تعرفش والبنت ما رجعتش لحد الوكيل. ايه ده؟ اه والله ده لسه في بنتين مخطوفين النهارده الصبح. باه باه باه. بنت في شارع التسعين وبنت في شارع المية. انت بتتكلم بجد؟ أيوة. يا عم محمود كده الحمد لله بقوا ثلاثه. يا نهار اسود. يبقى استاذه غزل من ميهم. استاذه غزل الثالثه يا عم لا محمود. بص بص يا سلمى انا عايز اقول لك على حاجه. نعم. انت وبنتك هتبقوا في الكلابوش ومش انت وبنتك بس. تمام. هو انت وبنتك وجوزك وابوك وامك. بص يا سلمى عشان انت برضه غلبانه زينا ومش حمل مرمطه. انت الحل الوحيد ليكي تركبي اي قطر وتطلعي على المريخ تروحي البلد تروحي اي مكان محدش يعرفك فيه واصل وتبدأ حياتك من جديده. علشان وسط ام غزل لو جت هنا مش هسيبك الا في الجسم اقسم بالله. بقول لك على حاجه تعالى ندور عليها تاني والنبي في اي مكان تاني. باه 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 باه. نعمله ايه؟ ندور على غزل تاني. ندور عليها كيف يعني؟ لسه جايب كاتل جديد. يا ابن اصبر ندور عليها كيف يعني؟ تعالى يا عم احمد معايا. وانت مش شايفه الشمس حاميه يعني؟ يا عم احمد معلش يا عم احمد كده وكفايه. بس انا ما مستنيش يا عم احمد. نصيحتي تعمل ايه؟ تركبي قط وتفكي على البلد على طول. يلا يا ماما يلا انا خايفه. يا استاذه امنيه انت مش كنت عايزه تطلعي دكتوره؟ ايوه. خلاص هتاخدي الدكتوراه جوه. ايوه تعالي يا امنيه بس تعالي. لسه جايب كاتل جديد بقى اما شويه شاي كده. خش ده مصطفى. بابا انت يا محمود يا ده انت إيه؟ انت بتتكلم ياما كتير ليه كده يا انا عماله زحله الست دي. يلا يا ده مصطفى نروح العماره بتاعتنا في التمام. اه جيب لي الجرافاته دي. خد يا ده موسع كده. خد يا ده مصطفى ده ولا امن ولا حاجه. ده كان بواب يا بابا. ده كان بواب زينا يا يلا. هنعملوا ايه يا ماما؟ انا خايفه قوي. ولا يا امنيه خايفه قوي يا امنيه. هقول لك على حاجه. تعالي لموا حاجتنا ونمشي نروح على اي بلد. نمشوا؟ ايوه يا امنيه. انا مش قد المشاكل دي. انا مش حملاها. واقول لك على حاجه. احلى حاجه ان ام غزل ولا تعرف انا ساكنه فين ولا معاها بطاقتي. عارف ان انا اسمي سلمى ام امنيه بس. ايوه يلا بينا يا امنيه نلموا حاجتنا بسرعه. يا يلا أمنية. بينا يا ماما.
ازيك يا ابو امين؟ عايز اقول لك على حاجه. خير يا ابو مسمار؟ انا عمال اتصل بيك من الصبح وتليفونك مقفول وما بترديش عليا يا ام امنيه. لا انا تليفوني مش مقفول ولا حاجه. في ايه يا ابو مسمار؟ يبقى انا معيش رصيد يا ام امنيه. بص انا احكي لك على موضوع دلوقتي. احكي. خير في ايه؟ سلمى اللي شغاله عندك الخدامه. مالها سلمى؟ باين عليها هربت كده فص ملح وداب. خلاص هربت ازاي يعني؟ راحت فين؟ مش فاهمه. انا احكي لك الموضوع. كانت رايحه تجيب حاجه حلوه هي واستاذه غزل ومعاها بنتها اللي اسمها امنيه دي. ايوه انا اللي قايله لهم يجيبوا حاجات حلوه. طيب اخدوا غزل معاهم وانا ومسمار ما كنا قاعدين هنا كنا بنفطر وما شفناهمش وهم نازلين يا يا ام امنيه. يا ام وبعدين غزل. انا مش فاهمه حاجه. فهمني. غزل تاهت منيهم. غزل؟ طب وبعدين انت؟ طب فين غزل دلوقتي؟ بس انا عايز اقول لك على حاجه. هي بتقول لي اللي غزل تاهت منيه ده، بس انا مش مطمن للبنت دي. مش مطمن لها. انا عايز اقول لك على حاجه بس. طب اهم حاجه بس غزل راحت فين؟ انا عايز اعرف. انا والواد مسمار اكتر من ساعتين نلف عليها حوالين الشوارع لحد ما وصلنا عند محمود بتاع الان. أيوه. قال لي في بنتين مخطوفين هنا وانا خايف من الموضوع دوت والله. لكم بنتك اتخطبت. يعني غزل اتخطبت؟ يعني هي معاك ولا اتخطبت؟ فهمني. ما تعرفيش اللي حصل كمان. ايه؟ البنت سلمى الخدامه دي قالت لي انا هاخد بعضي واركب اول قطر واطوح على البلد على طول. طب وبعدين انا اهم حاجه بقى. اهم حاجه بس انت تاخدي بعضك دلوقتي وتروحي القسم تعملي لها محضر اللي هي خطفت البنت. انت معاكي بطاقتها؟ لا معيش حاجه. ما اعرفش عنها حاجه خالص. ما تعرفيش عنها حاجه خالص؟ لا. طب مين اللي جايبها لك؟ المهم طيب. انا جايباها من على صفحه من على النت. باه 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 باه. جايباها منين؟ من على النت. ما سمعتش. جايباها منين؟ من على النت. بس يا ابو مسمار ركز معايا دلوقتي. هو النت بقى بيجيب خدمات دلوقتي؟ ايوه بس انت فهمني انا اعمل ايه؟ فين بنتي؟ راحت فين بنتي؟ هي بنتك كده باين عليها اتخطفت. نهار ابيض يا ابو مسمار. اتخطفت. مش تقعدي اول ما ادخل يا ابو مسمار. انا عمال احكي لك ايه من الصبح. اتخطفت. ايوه والله اتخطفت. خلاص. والبنت الو قالت لي اطير. الحقني بسرعه الحقني ان مش لاقيه غزل. سلمى قالت لي اطير وهتركب اول قط وتروح على البلد على طول. خد يا مسمار. يا هلا. شايف يا مسمار؟ قال ايه؟ شغاله مديره في شركه ومديره في شركه كبيره ومشغله. ايوه ومشغله خدامه عنديها ولا معاها بطاقتها ولا تعرف اي حاجه عنيها. قال ايه؟ بتقول لي جايباها من على النت. واد يا مسمار ما النت دوت ياد واصل قوي كده. ما تيجي ياد يا مسمار اتجوز على امك واحده كمان واجيب عروسه من على النت ياد. هقول لامي منى. لا لا خلاص خلاص. ولا مسمار إيه؟ خلاص انت تهددني ياد ولا ايه؟ ده جيل المهبب والمنايل على عينك ده اهو. انا اقول لك بس خد شغل لعبه الدوده. إيه؟ يا عيني يا غزل والله العظيم كانت بنت غلبانه والله اتخطفت كده هوا كده على طول.